بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. النهاردة هنحل تدريبات كتاب المدرسة على درس خواص النسبة. حل تمارين كتاب المدرسة. الشكل التالي: مربع طول ضلعه 4 سنتي ومستطيل بعده 6 سنتي و 3 سنتي. اوجد النسبة بين أول مطلوب عايز مساحة المربع إلى مساحة المستطيل. مساحة المربع طول الضلع في نفسه 4 في 4. 4 في 4 بتساوي كام؟ بتساوي 16. نلاحظ إن في المساحة لازم الناتج يكون مربع، يعني سنتي متر مربع. ممكن أكتب سنتي متر وأحط عليها 2 بدل ما أكتب كلمة مربع. مساحة المستطيل الطول في العرض، يعني 6 في 3. 3 في 6 ب 18. برضه هنقول سنتي متر مربع. عايز بقى النسبة بين مساحة المربع ومساحة المستطيل. المربع 16 والمستطيل 18، يبقى 16 إلى 18. ال 16 وال 18 أعداد زوجية يقبلوا القسمة على 2. 16 على 2 بتساوي 8، و 18 على 2 بتساوي 9. يبقى النسبة 8 إلى 9. المثال اللي بعده: اوجد في أبسط صورة النسبة بين. السؤال الأول عايز المبلغين 250 قرشا و 7.5 جنيها. ده قرش وده جنيه، يبقى لازم نحول الجنيهات، بنضربها في 100. 7.5 في 100 بتساوي 750 قرشا. نبدأ نجيب النسبة، يبقى 250 على 750. هنشيل صفر مع صفر ونقسم على 25. 25 على 25 فال 1، 75 على 25 بتساوي 3. تمرين 2 عايز النسبة بين الزمنين 2.5 ساعة و 75 دقيقة. ساعة ودقيقة، ساعة ودقيقة، يبقى لازم نحول. بنحول الكبير اللي هو الساعة. الساعة نضربها في كام؟ في 60. 2.5 في 60 بتساوي 150 دقيقة. نبدأ نجيب النسبة، يبقى 150 على 75. هنقسم على 75، يبقى 150 على 75 بتساوي 2، و 75 على 75 بتساوي 1. مثال اللي بعده: اوجد في أبسط صورة النسبة بين المساحتين 12 قيراط و 1.25 فدان. الفدان هو الكبير، بيتحول، بنضربه في 24. 1.25 في 24 بتساوي 30 قيراط. أبدأ أجيب النسبة، الحد الأول عندي 12، يبقى 12 على 30 يقبلوا على 6. 12 على 6 فيها الـ 2، 30 على 6 فيها الخمسة، يبقى الناتج 2 على 5. تمرين 4 عايز المساحتين 75% قيراط إلى 16 سهم. الكبير القيراط، طب القيراط فيه كام سهم؟ 24. يبقى بنضرب 75% في 24، الناتج 18 سهم. نبدأ نجيب النسبة، 18 على 16 أعداد زوجية نقسم على 2. 18 على 2 بتساوي 9، 16 على 2 بتساوي 8. أوجد في أبسط صورة النسبة بين العددين نص إلى 3 أرباع. لما يكون عندي كسرين، لما يكون عندي كسر عادي إلى كسر عادي، بنضرب طرفين في وسطين، يعني طريقة المقص. 1 في 4 بتساوي 4، و 2 في 3 بتساوي 6. يبقى النسبة 4 إلى 6، بس دي مش أبسط صورة، نبسطها لأبسط صورة. أعداد زوجية نقسم على 2، 4 على 2 بتساوي 2، و 6 على 2 بتساوي 3، يبقى النسبة 2 إلى 3. التمرين اللي بعده: 18 إلى 6.3، عدد صحيح إلى عدد عشري. نتخلص من العلامة لأن النسبة لازم تكون بين أعداد صحيحة. بالضرب في 10، 18 في 10 ب 180، و 6.3 في 10 ب 63، يقبلوا القسمة على 9. 180 على 9 بتساوي 20، و 63 على 9 بتساوي 7. التمرين اللي بعده: اوجد في أبسط صورة النسبة بين العددين 1.75 إلى 2.2. 3 أخماس بنفكها تبقى بتساوي 6، يعني 1.6 إلى 2.2. العلامات أجزاء من 10، يبقى بالضرب في 10 عشان أتخلص من العلامة. يبقى الناتج 16 إلى 22.
الستاشر والاتنين وعشرين أعداد زوجية بالقسمة على الاتنين، على الاتنين فيها التمانية، على الاتنين فيها الحداشر، يبقى النسبة تمانية إلى حداشر. التمرين اللي بعده، أكمل ما يأتي. النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه يبقى واحد إلى أربعة، مفروض نكون حافظينها. النسبة بين محيط الدائرة وطول قطرها، محيط الدائرة وطول قطرها يبقى 22 إلى 7. النسبة بين طول ضلع المثلث متساوي الأضلاع ومحيطه، الضلع بياخد واحد والمحيط بياخد عدد الأضلاع، يبقى الإجابة واحد إلى 3. النسبة بين طولي ضلعي مربع، الضلعين متساويين، يبقى واحد إلى واحد. مثال اللي بعده، مستطيل مساحته 32 سنتيمتر مربع وعرضه 4 سنتيمتر. اوجد طول المستطيل الأول وبعدين نجيب النسبة بين عرض المستطيل وطوله، النسبة بين طول المستطيل ومحيطه. طب ازاي اجيب الطول؟ انا عندي المساحة وعندي العرض، الطول بيساوي المساحة على العرض. يبقى اول خطوة الطول، نقسم المساحة على العرض، 32 على الأربعة بتساوي 8 سنتي. عايز النسبة بين عرض المستطيل وطول المستطيل، العرض 4 والطول 8، يبقى عرض المستطيل إلى طول المستطيل 4 إلى 8، الأربعة والتمانية يقبلوا القسمة على الأربعة، 4 على 4 فعل 1، 8 على 4 بتساوي 2، يبقى النسبة 1 إلى 2. المطلوب الثاني، عايز النسبة بين طول المستطيل ومحيطه، الطول موجود جبناه في الخطوة الأولى 8، إنما المحيط مش موجود، يبقى بنجيب المحيط الأول. محيط المستطيل الطول زائد العرض الكلي في 2، الطول 8 والعرض 4 بنجمعهم ونضربهم في 2، 8 زائد 4 12، 12 في 2 بتساوي 24 سنتيمتر. ده محيط المستطيل. نجيب بقى النسبة الطول إلى المحيط، طول المستطيل إلى محيطه، الطول كام؟ 8 والمحيط 24، يبقى 8 إلى 24. التمانية والأربعة وعشرين يقبلوا القسمة على التمانية، تمانية على التمانية فعل واحد، أربعة وعشرين على التمانية بتساوي تلاتة، يبقى النسبة واحد إلى تلاتة. إن شاء الله الدرس القادم تدريبات على النسبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.